أو اعتذر، اعتذر في آخر دقيقة، ما قدرش أعمل حاجة. وضبنا كل حاجة وبعدين هو اعتذر. لا خالص، ما طلبش حاجة خالص، وكل طلباته كانت مجابة يعني. إنما هو في الآخر اعتذر يعني، في آخر الأربع أيام قبل المهرجان بأربع أيام. لا قبل مهرجان بأربع أيام في شهر بس. إحنا أقامنا دورة عظيمة جدا، فنانين مصريين كانوا متواجدين، الجمهور المصري كان متواجد، الدورة مصرية خالص يعني، كل النجوم اللي اتكرموا، وإحنا شفنا الناس استقبلت لبلبة أحسن من استقبال أي نجم عالمي يعني. وبعدين كان عيد ميلادها، فالناس كلها وقفت وغنت يعني. أنا شايف إنها كانت افتتاحية رائعة جدا للمهرجان. مظبوط، وكان في بدله ثالثه جايه، لكن ابنه رفض ان انا اقيم المعرض، وبالتالي لازم، دي مساله اسريه، وقلت له لو عايز تاخد كمان البدل موجوده يعني، انا اخدتها ونظفتها وجهزتها، وفي بدله من دكتور جيفاجو وبالطو من فيلم دكتور جيفاجو، وفي بدله من فاني جيرل، وموجودين عندي في المكتب في احسن حاله. هو مرديش، هو رفض الفكرة وبعت لي انه رفضها، فخلص قلت له يعني مسألة تخصه يعني.